وكيف ما كنعرفوا التعادل ديال المنتخب الوطني يوم امس امام الكونغو الديمقراطيه لحساب ثاني جولات مجموعه كاس افريقيا الكاميرون 2023، المنتخب المغربي ابان على الجاهزيه في المباراه الاولى بحكم ان الخصم كان اضعف من الخصم ديال يوم امس. كان بزاف ديال الظروف اللي كتخدم على هذه المباراه بحكم انه عامل الرطوبه والحراره اللي كانوا مرتفعين في سان بيدرو، كيف ما كنعرفوا درجه الحراره فوق 31 درجه 32 درجه، درجة الحرارة عالية جدا، الظروف المناخية والظروف ديال أرضية الميدان كانت صعبة شوية مقارنة بالمباراة الماضية اللي كانت في المساء. كتيبة الناخب الوطني وليد الركراكي أبانت على الجاهزية وأبانت على الانسجام، لكن بعض المرات التعثر في دور المجموعات بالنسبة لي أفضل من التعثر في الأدوار المقبلة، لذلك واجب علينا نتعثروا الآن ونعرفوا الأخطاء اللي كاينة ونعرفوا الخصائص فين كاين باش ما نتعثروش في الأدوار المقبلة. بالنسبة لي التعادل اللي دار المنتخب البارح تعادل إيجابي بحكم الظروف اللي كانت، نسبة الرطوبة طالعة والحرارة والتوقيت اللي تلعبت فيه المباراة، كنشوفوا بالنسبة لي أنا كنشوفوا تعادل إيجابي، يعني الدراري داروا اللي عليهم وباقي عندنا مقابلة ثالثة اللي نقدروا نستدركوا فيها الوضع، وكما كنقولوا حنا راه على متصدرين المجموعة ديالنا. كنا طامحين باش نخرجوا بواحد الفوز اللي هو 2-0 ولا 2-1، ولكن فجأة خرجنا تعادل، ما رضيناش لأن هذاك الخطأ كان تقني ديال المدرب اللي وليد الركراكي اللي خرج داك جياش خوى البلاصة وجا داك البيت مفاجئ بقى ديك البلاصة خاوية وتصدمنا. كنا كان عندنا أمال أن نخرجوا ب2-0 ولا ب2-1 رابحين، وكان يبقى عندنا لافونتاج باش نتكاليفاو ما نبقاوش مخلوعين، والمغاربه يبقى ديما فرحانين بالسرور. والمباراه ديال المنتخب البارح كانت شويه صعيبه من حيث الاجواء وسميتو الحراره، ولكن المنتخب عرف انه يخرج بنقطه ايجابيه، وهذا الشيء في صالح المنتخب ان شاء الله في المباراه الثالثه ان شاء الله. كيف ما كنعرفوا بان الناخب الوطني وليد الركراكي على اتم الجاهزيه لهذا المحفل الكروي، وان تشارك كرابع العالم في المونديال الاخير هو امر صعب جدا، وهي مساله ضغط اكثر مساله تحفيز، كون جميع الفرق وجميع المنتخبات اللي غادي نواجهها غادي تبغي تبان، غادي تبغي تقدم اداء جيد، اللاعبين غادي يبغيو يقدموا كل ما في وسعهم بحكم ان الكشافين ديال الانديه كيتواجدوا حاليا في كاس افريقيا وفي كل المدن وجميع المنتخبات، بالاضافه للمتابعه العالميه اللي كتشهدها المباريات ديال المنتخب الوطني. على كل حال حنا كنتمنوا التوفيق، والنقطة خير من بلاش كيف ما كيقولوا، ونتمنوا التوفيق للمنتخب الوطني في هذا المحفل الكروي اللي نتمناوه يرجع للمغرب باذن الله تعالى. بطبيعة الحال بحكم ان اللاعبين ما مولفينش يلعبوا في ذاك التوقيت، والمباراة الثالثة ان شاء الله غادي يكون مباراة تكون ان شاء الله نتيجة ايجابية ان شاء الله. احنا ما غنعرفوش بحال الناخب الوطني، احنا كما كنقولوا 40 مليون مدرب، كل واحد كيقول الرأي ديالو، السيد عارف شنو كيدير. ناخب وطني كبير، وصلنا معاه للدومي فينال اللي سابقه في تاريخ الكره الافريقيه، ماشي غير الكره المغربيه، يعني حنا تايقين في وليد كل الثقه، وحنا معاه حتى الاخر.